الفردوسي بعيد عنه شخصية البطل وقادر أنه يحقق ما عجز عنه في طيلة المسيرة دياله؟ والله نقول لك شخصية البطل هي كتكون فيه، ولكن يعني من هنا 7 مباريات، انا قلت لكم من هنا يكونوا لنا يعني 5، يبقاو لنا 4 مباريات غادي نبينوا واش حنا عندنا الشخصيه ولا لا. لان دابا الشخصيه شكون كيعملوا؟ هما اللاعبين اللي خصهم يكونوا شخصيتهم قويه داخل الميدان. لان بحال اللي قلت لكم اليوم يعني خصو تكون يعني لو واخا يكونوا عارفين النتيجه، خص تكون عندهم ديك الشخصيه ديال الفوز، الشخصيه ديال يعني امبوزيو لو جو ديالهم على لادفيرسير اللي اي لادفيرسير كان، امبوزيو لو جو ديالهم ويكونوا شخصيتهم قويه داخل الميدان. وهذا هو يعني شخصيه البطل. فكنتمنى الان هما بدات كتبان لهم الضوء، نتمنى يكملوا وما يرجعوش باللورين ان شاء الله رب العالمين. شحال قلت؟ 95.3. ويمكن انا نقول لك احنا دابا يلاه في 60% بحال اللي قلت 60%، لان احنا مازلنا يعني 8 مباريات، 7 باقيين، 7 و7 يعني فيهم يعني 21 نقطه. يمكن هذه بحال اللي قلت لك يعني الفريق اللي 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 يبغي يريد يفوز بالبطوله خصو يكون عنده يعني السرعه النهائيه. فاحنا بحال اللي شفتي يعني اليوم لاحظنا على 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 الفريق في الشوط الثاني، يعني كان واحد ارتباك، كان واحد هذيك، لان ما عندهمش يعني الله يكون في العون، لان اللاعبين ما عندهمش تجربه ديال الفروق اللي كيفوزوا بالدوري، فهذا هو اللي كيخوفني. فكنتمنى ان شاء الله رب العالمين مباراه احنا كنلعبوا، نتمنى ان شاء الله من هنا مباراتين يتبنى الوضوح ان شاء الله رب العالمين. بحال اللي قلت الاخوان يمكن بعد 5 مباريات الاخريه يمكن نقولوا واش كنلعبوا على الدوري ولا على بوديوم.